سلام بنات، كيف داير؟ لاباس عليكم؟ كش بخير؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم البنات غادي نشارك معكم من آلة ميني كيك بالشوكولات. كيجيو البنات مهوين من الداخل، كيدوبوا في الفم، كيجيو رائعين رائعين بزاف. كنتمنى تجربوا مع افضل صديقكم. تبع معايا البنات الفيديو حتى الاخر، ولا تنساو ليا اللايك في هذا الفيديو. بسم الله، اول حاجه في الاناء غادي نحتاج واحد الحبه ديال البيض. البنات القوام ديال الميني كيك بالحبه ديال البيض كتخرج لكم واحد الكميه كثيره. غادي نحتاج هنايا جوج المعالق ديال السنيده، وسنيده البنات كتجي على حسب الذوق. ممكن تضيفوا كاس، ممكن تضيفوا نص كاس ديال السنيده. انا كفيت غير بجوج المعالق ديال السنيده، انا كنقص الكميه ديال السنيده والمذاق كتجي هي هذيك. غادي نحتاج الكيس ديال الفاني. من بعد غادي نخلط بالحبه ديال البيض وسنيده، غادي نخلطهم بالفويل تيدخلوا ليا المكونات. غادي نضيف هنايا نص كاس ديال الزيت نباتيه، وانا كنخلط وانا كنفرغ داك النص كاس ديال الزيت تنكمل ديك الكميه. غادي نحتاج هنايا كاس ديال الحليب، غادي نحتاج هنا واحد ملقة ديال القهوة سريع ذوبان. انا غادي نضيف الدقيق اللي مغربل واحد جوج ديال المرات باش تجي لكم الكيكه مهويه من الداخل. صافي البنات، غادي نضيف دابا الدقيق تدريجيا بشويه بشويه تنحصلوا على القوام ديال الكيك، ماشي ثقيله بزاف وماشي مرخوفه. وبالعبارة كاس العلبه غادي نحتاجوا كاس ونص، بالعبارة كاس العلبه غادي نحتاجوا كاس ونص ديال الدقيق، اولا ضيفوا كاس وربع. كاين دقيق اللي كيشرب وكاين دقيق اللي ما كيشربش. غادي نضيفوا الكيس ديال الكاكاو. انا بغيت استعملت نوعيه جيده باش تجي لكم المذاق ديال الكاكاو ممتاز. من بعد غادي نضيف دابا الخميره، غادي نضيف 10 غرام ديال الخميره، غادي نضيف واحد الكيس ديال الخميره فيها 8 غرام. من بعد غادي ندير واحد 2 غرام او 3 ديال الغرام، يعني في المجموع غادي نضيف 10 غرام او 11 غرام. هذا هو القوام اللي غادي نحصلوا عليها، ماشي ثقيله بزاف ماشي مرخوفه. صافي هنا البنات غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال الخل. صافي هذا هو القوام ديالي ديال الخليط ديال الكيك، ماشي ثقيله بزاف ماشي مرخوفه. من بعد ملي دفنا ديك المعلقه صغيره ديال الخل اللي غادي تخلي لكم الكيكه مهويه من الداخل، نتوما ديروا دابا القوالب الصغار اولا ديروا المول ديالكم اللي متوفر عندكم. انا هنا غادي نديرهم في القوالب الصغار اللي مدهونهم شويه ديال الدارش عليهم شويه ديال الدقيق. غادي ندير واحد الكميه ديال الميني كيك، من بعد غادي ندخل الميني كيك ديال الفران. انا ديما الميني كيك اولا الكيك كندخلهم من الفران يكون بارد. من بعد غادي ندخل لاطا ديالنا الفران، غادي نشعل غير من التحت تتحمر لينا. الا خاصها شويه ديال الطياب من الفوق غادي نشعلوها من الفوق، الا ما خاصهاش الطياب نخرجهم ان شاء الله. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني فين كنطيب الكيك، انا كنديرهم في الفران الكهربائي اولا الفران الغاز. غير الفران الكهربائي كندير درجه الحراره 160 درجه، اولا الفران الغاز كنقص من درجه الحراره غير من التحت تتحمر لينا. الا خاصها شويه ديال الطياب من الفوق كنشعل ليها من الفوق، الا ما خاصهاش الطياب نخرجهم ان شاء الله. هذا هو السيستيم اللي كندير الكيكه ديالتي. وهنا من بعد ملي خرجنا الميني كيك ديالتنا من الفران كيجيو طالعين وكيجيو مهويين من الداخل، انا راه دغيا دغيا كيزولو في المول. هنايا في التزيين نتوما عندكم الاختيار، انا خديت دانيت ديال الشوكولات، غادي ندهن ميني كيك ديالي بدانيت ديال الشوكولات. من بعد غادي نزينهم بشويه ديال الكاوكاو محمر ومهرمش.
صافي تنكمل الكميه ديالتي، وغادي ندير لهم الخطوط ما بين ضاني ديال الشوكولات ما بين ضاني ديال الكراميل. من بعد غادي نزينهم ديك الدوائر ديال الشوكولات بالمذاق ديال البيساج. هذا هو التزهيل اللي استعملت اليوم. نتوما ديروا اي تزهيل متوفر عندكم، وكيجيو البنات مهوين من الداخل وكيجيو رائعين رائعين بزاف. ايوا البنات، هادو هما الشكل النهائي ديال الميني كيك ديال التيام. من بعد ملي زينتهم بضاني ديال الشوكولات، رشت ليهم شويه ديال الكاكاو مهرمش، درت ليهم الخطوط ما بين الشوكولات ديال دانيت وديال الكراميل، ودرت لهم ديك القطع ديال الشوكولات بالنكهه ديال البيستاج. كيجيو من ألد ما يكون، كيجيو رائعين رائعين بزاف. وواحد الحبه ديال البيضه كتخرج لكم واحد الكميه وفيره. كنتمنى تجربوا مع فضولكم. كنشكركم سوا البنات والدايكه في قناتي، كنشكركم على الكومنتات وعلى اللايك زوين كتخليو ليا. كنشكركم بزاف بزاف ان شاء الله. حتى الفيديو اخر طولوا فريوسكم. يلا بالسلامه عليكم.